متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نجوم مسلسلين ما في أحد دور لهم، شارك كل من محمد رغيس والممثل ميموني أمين متابعيهم آخر جلسة تصوير لهم. محمد رغيس استرجع ذكرياته كعارض أزياء، وهذا بعد استعراضه بدلة سوداء بتسريحة شعر جديدة، ويرجح أن هذا ستايل هو لشخصية خالد التي يتقمصها في مسلسل يما في جزئه الثالث. أما ممثل ميموني أمين فقد اختار بدلة أنيقة لاقت إعجابا من متابعيه. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.